لواء الأنصار تجمع قبل هذه المعركة. يعز عليك كفره. الله أكبر على عزة الله. ترى إنسان تجمع المقاتلين قبل الذهاب إلى المعركة. يعز عليك تقصيره. تريد منه أن يلتزم، تريد منه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى أسامة بن زيد سهيل بن عمرو وهو مكبل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا يزيد كان يطعم الناس الثريد بمكة، كان رجلا مضيافا، كان يطعم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه كان يطعم الناس الثريد، لكنه سعى في إطفاء نور الله فأمكن الله منه. إخواني، نحن لا نشك في نصر الله، لا نشك في تأييد الله، ولكن التقصير منا. ينبغي على كل واحد منا أن يراجع نفسه، أن يراجع أعماله، كيف هو مع ربه، كيف هو مع إخوانه، هل هو صادق في محبته لإخوانه، هل هو صادق في رجوعه إلى دينه، هل بينه وبين الله حينما يختلي تدمع عينه لله. هكذا كان شأن أصحاب رسول الله وهم على الجبهات، كانوا معلقين دائما بالله. ما أحلى المؤمن حينما تأتيه منيته وعينه تدمع من خشية الله. ما أحلى المؤمن حينما تأتيه منيته وعينه تسهر رباطا في سبيل الله، والأعين التي لا تمسها النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضبت عن محارم الله. ثلاثة أعين لا تمسها النار. العين التي تبكي من خشية الله، ما أحوجنا إلى دمعة صادقة بين العبد وبين الله. لربما إخواني لأجل دمعة تنقلب الموازين. نحن أمة تعبدنا الله بالدعاء. الصلاة هي عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، كذلك الدعاء عبادة. نرى المؤمنين أو الكثير منهم يقصر في هذا الجانب، جانب الدعاء، جانب اللجوء إلى الله، جانب التضرع إلى الله والإلحاح على الله. نرى الكثير لربما يفقد هذا الجانب. في غزوة بدر إخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم يناشد الله وعده ونصره. الله وعده النصر، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أريكم مصارع القوم؟ هنا يموت عتبة، وهنا يموت شيبة، وهنا يموت أبي، وهنا يموت أبو جهل. علمهم مصارع القوم وحدد الأماكن التي يصرعون فيها، لكن مع ثقته بالله، مع يقينه بالله هذا كله، كان أصحابه يقاتلون وهو يقوم يدعو ويدعو ويدعو، يقول: إلهي نصرك الذي وعدتني، إلهي إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعدها أبدا. جعل يناشد الله، يلح على الله، حتى سقطت عباءته من على ظهره. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه